فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نكملوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوا على كلوب توا ظهرلي أحباء نادي الإفريقي أكبر مثال للحب ناديهم وتضحية من أجل ناديهم، ضخ مالي رهيب خلينا نقولوا جمعيتهم مازال متواصل حتى لليوم بعد ما طرح تذاكر افتراضية للمقابلة الأولى ضد جي اس كا. أيضا بادرة ثانية تتواصل عملية بيع لتيكي الأحباء نادي الإفريقي، رغم أن المقابلات تلعب بويكلو، لكن أكيد الحاجة ماسة من وعي الأحباء أن الحاجة الماسة من ناديهم ليهم خليهم يواصلوا في عملية بيع لتيكي، ورغم اللي ما همش يحضروا المقابلات. هل تناخذوا أكثر تفاصيل على العملية هذه والكل بتبيع حتى في أحباء نادي الإفريقي بالخارج قاعدين يساهموا مساهمة كبيرة في بيع لتيكي هذم؟ معنا بالتليفون عامر العابد الناطق الرسمي باسم اتحاد أحباء النادي الإفريقي في الخارج، ناخذ معاه أكثر تفاصيل على العملية هذه. سي عامر أهلا بك. عاصم مرحبا بك، أهلا بك. والله الحمد لله، شتحوالك أنت؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله لاباس، الأمور أكتو، فرحانين ديجا باللي قاعد صاير بالتغيرات اللي قاعدين صاروا في النادي الإفريقي، فرحانين زادة بقبل كما قلت أنت على الليتيكي، قبل الجماهير على الليتيكي. على كيكسوا في تونس ولا في الخارج، دونك هذا كل شيء كان ما يفرحنا. حبيت نأكد اليوم اتحاد خلايا النادي الإفريقي بالخارج كما سبق قبل وتقدمنا، اللي هو اليوم يلم 14 خلية من العالم الكل، اللي هو كاستا تراست أمريكا، خلية أحباء النادي الإفريقي بباريس، بليون، مارسي، ألمانيا، بولونيا، سويسرا، أثينا، قطر، الامارات، دبي، العربيه السعوديه، عمان، وابيجان. دونك وبعد كما كنا قبل حكينا على لدخه احباء النادي الافريقي بالخارج والسوم اللي وصلنا لها، المبلغ اللي وصلنا له 235 مليون. دونك المبلغ هذا موجود اليوم ما يقارب بالدينار التونسي 235 مليون. دونك المبلغ هذا موجود بالديفيز في الكونت نتاع اليو سي او، والمبلغ هذا مرصود للخطايا نتاع النادي الافريقي. قاعدين تنسقوا مع الهيئه بخصوص المبلغ هذا وين يمشي وكيفاش باش يمشي؟ بالطبيعه نحن في اتصال دائم كلكسو من الاول كي كنا مع الهيئه التشريعيه ولا مع الهيئه الحاليه، ديما فما اتصالات مع بعضنا، فما دي بيلون بعد كل اكسيون نعملوه، نسكروا ان بيلون فيه الليست نتاع لي بارتيسيبون كل، فيه العباد، الليست نتاع العباد اللي شاركوا كل، فيه كل واحد قداش شارك المونتون اللي شارك بها. في كنف الشفافية معناها. في كنف الشفافية وكل شيء موجود باللي بيلون، وحكينا زادة مع البيرو الحالي كونه باش نكونوا اون غولاسيون مع الكونتابل باش ياخذوا لي كونتابيليتي نتاع الفلوس، أي ملي دخل للاتحاد خلايا النادي الافريقي باش يكون هو على ذمه البيرو الحالي. كما قلت لك المبلغ الاولاني في اللطخه كان 235 مليون، 235 فما بيلون كيف كيف من السوم هذايا، السوم كانت محطوطه على حلينا برشا موداليتي برشا طرق للدفع، كان فما الكانيوت ليتشي، كان فما العباد اللي الخلايا اللي باخذوا ديريكت على الكونت نتاع اتحاد خلايا النادي الافريقي بالخارج، فما زاد كان باي بال موجود، البيمون باغ باي بال، دونك جميع انواع الاحتمالات للدفع الكترونيا كان موجود، وكل واحد زاد كيف كيف يدفع كان تجيه ايميل دو كونفيرماسيون نتاع البيمون نتاعو، وهذوما كل موجود تخاصي. القبال كيفاش كان من احباء النادي؟ اقبال كبير كان من احباء النادي الافريقي، كان فما برشا اقبال كيكسوا في اللطخه، كيكسوا فما كيما حكيت انت من العالم الكل، كانت بدايه مع ليكيكي فيرتويل اللي هي في ماتش القروان، وكيف كيف كان اقبال زاد كبير ياسر، كنا بعنا 380 تذكره لاحباء النادي الافريقي بالخارج. كما قلت لك راهو اليوم كل شيء في كنف الشفافيه، راهو كل ملي دخل من ليبيا ولا من اي حاجه تدخل ديما فما بعد كل اكسيون توفى فما كامل كومبلي يمشي لهيئه النادي الافريقي، ونحن في اتصال كل يوم معاهم بريسك كل يوم زاد بريسك كل يوم في باش نعطيو ليزانفورماسيون كل اللي عندنا، الفلوس اللي عندنا، كل مونطون فين وصل،
والفلوس هذوما نتاع لي تيكي باش يكونوا كيف كيف موجودين على ذمة الهيئة الحالية وهما اللي عندهم كيفاش تصرف فيها كيف كيف غدوة اونفالون بلوتو من نهار السبت بعد ماتش القروين عاودنا لانسينا لي بيتري نتاع ماتش رجيش. خلينا نحكيو على القروين الساعة قداش لميدو قداش بعتوا من تيكي؟ بعنا 302 تيكي اليوم في ماتش القروين. بقداش السوم؟ سوم التيكي كان 10 يورو للعباد اللي في الاوروب و 13 دولار للعباد اللي في امريكا و بارابول اللي تباعوا في تونس اغلى من اللي تباعوا في تونس. علاش شو هذا؟ اليوم نحن اليوم راهو هي راهي مربوطه بالبوفوار داشا نتاعهم حاجه هكا ولا كيفاش؟ نحن قلنا هي جست معنوي، نحن اليوم نلوثوا باش نلموا اكثر فلوس للنادي الافريقي، دونك اذا كان باش نمشيو للمونطون تاع 10 دينارات هو 3 يورو حتى قلنا اليوم 10 يورو العباد اللي لبرا مستعدين باش يدفعوا ورينا برشا عباد دفعوا اكثر خذوا حتى اكثر من تذكره فما شكون حتى وصل خذا 10 تذاكر فرد واحده دونك هي معنوية أكثر منها كل شيء راهو اليوم لي فونت دي بيي فيرتويل تعود نقعدوا العباد هاكا تاخذ لطخه وتدفع وكل شيء اليوم عملنا سامبوليك بيي فيرتويل لا سيد يدخل يشري البيي نتاعو توصل له باغ ميل زاد كيف كيف الكونفيرماسيون تاع لاشا نتاعو توصل له باغ ميل التيكي نتاعو فيرتويل فيها نيميرو فيها لي زانفورماسيون كل فيها الماتش اللي بارتيسيب هذيك تقعد كيما فين فيرتي لل قداش دخلتوا في الماتش جي اس كا؟ لي بيلون كيما قلت لك باش يكونوا موجودين ميتنان نجمو نعملوا كالكول نتاع 3000 يورو ا بوبري فما مونتون حتى نقولوا 3302 بيي 10 يورو دونك فما 3000 يورو اللي هي ما يقارب 10 ملايين 10 ملايين واضح وكيف كيف كيما قلت لك اليوم راهو موجودين على البوتيك نتاع تاع السيت الويب نتاعنا السيت نتاع البوتيك نتاعنا نعاود نذكر على البليان باللي قبل اللي هو اسلم اللي هو www.uce.digital/boutique دونك uce.digital هذا السيت ويب نتاعنا وفعلنا لونجلي بوتيك اللي يحب يدخل ديريكت بوتيك يعمل سلاش بوتيك كيما تكتب يدخل يلقى غاديك لي زارتيكل اللي موجودين الكل ويلقى منهم كل ماتش باش يلقى البيي نتاع الماتش الجاي من بدايه من ماتش القروين حتى شي الاخر الموسم كلكو سوا الكلوب تلعب اون اكستير برا والا تلعب في تونس واضح كما قلت لك هي راهي اليوم لمسه سامبوليك بلوتو سي فيرتي للنادي الافريقي والهدف نتاعنا كوننا نحن نلموا اكثر فلوس ممكنه باش تكون محطوطه على ذمه الهيئه اليوم لانسيتو لي تيكي نتاع ماتش رجيش ماتش الريسك لانسيو لي تيكي بعد ما وفي ماتش القروين ديريكت ديجا موجودين ديريكت موجودين وفما اقبال نتاع عباد بدات تشري لي بي نتاعها قداش بعتوا لحد الان؟ والله لحظه بركه هاني معاك باش ندخل توا بالوقت نشوف لي بي قداش باعوا قدامي التيسي توا لي برودوي اليوم ماتش الريش حتى للحظه هذه واحد لحظة بركة كل شيء في المباشر معناها في الديريكت كل شيء في المباشر متابعة في الديريكت توا لاكسيل اللي لكم انتم كهوا ولا اي حد ينجم يشوف قداش تباعوا معناها نحن توا قاعدين نخدموا على سوليسيون كونوا بالعباد باش تكون تشوف قداش قاعدين يتباعوا مي كيما قلت لك ديما راهو بعد كل ما توفى اكسيون كيما في صارت في الاكسيون تاع القروين وقت اللي وفات فكرنا البوط نتاع البيعان نتاع التذاكر هبطنا ستاتيو على الباج فيسبوك نتاعنا فيها بالوقت قبل ما يبدا الماتش نحن الماتش بدا الاربعه نتاع العشيه الاربعه غير بون فكرنا لي بون مع الاربعه نتاع العشيه كانت موجود نومبر نتاع قداش من تذكره تباع تذكر جيش حتى لتوا فما 42 تذكره تباعوا شنو تتوقعوا لقبال الماتش هذا خير من الاول ولا اقل ولا كيفاش؟ ان شاء الله نحن ديما في كل اكسيون نطمحوا باش نكونوا خير وباش نكونوا احسن ونبيعوا اكثر ديما اليوم نطلب جماهير النادي الافريقي برا الكل في اي بلاد في العالم باش تزيد تساند الجمعيه وباش تزيد تدفع اكثر راهو الفلوس هذيا كما قلت لك راهي بلوتو لاكسيون تاع لي تيكي سي سامبوليك الهدف منها لمين اكثر فلوس باش يكون
موجود على ذمة الهيئة اون ديفيز الفلوس هذه باش تقعد اون ديفيز والكونت هذايا الهيئة باش تكون عليه عندها ديما لي بيلون بعد كل اكسيون ديما يكون عندها بيلون ديتايي بكل الفلوس اللي دخل نتصور مع راس الشهر باش يكون قبل خير ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون ان شاء الله توا مازلنا كي بدينا اول شهر جديد سورتو بدينا بربحه باهيه ان شاء الله مبروك للنادي الافريقي كل وان شاء الله نكملوا ديما الربح ديما ان شاء الله يجيب لنا ربح واحد اخر ونكملوا فرد ريتم هذاك. يعطيك الصحه عامر العابد الناطق الرسمي باسم احد اتحاد احباء النادي الافريقي بالخارج على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص التيكي والاكسيون اللي عملتوها بخصوص التيكي نتاع المقابلات التيكي بالطبيعه افتراضيين بالطبيعة التذاكر هذو أحباء الإفريقي فقط يعاونوا في النادي متاعهم مازال متواصل الضخ المالي حس كما سميته أنا فاصل ثم كملين في آخر نص ساعة.